هنا المشوار حضرتك، واحد من اهم افلام حضرتك محمود عبد العزيز، الشقة من حق الزوجة. أيوة. كلمنا عن كواليس الفيلم ده. والله اتكلمت عليه كتير. كتير انا شخصيا بحب اعمل جو العيلة واحنا بنشتغل. ده بيطلع على الشاشة، الروح بنبقى أسرة واحدة، وإذا فيلم كوميدي أنت بتمهد قبليها، بنقعد بنضحك وبنتكلم ونهزر كتير في الورق إلى أن ندخل البلاتو. إذا دخلنا بيبقى فيه قائد واحد اللي هو المخرج، ما بقبلش إن حد يقول حاجة، لأن بدي فرصة اللي عايز يقول ملاحظات يقول. للأسف اللي بيحصل دلوقتي بيخشوا يهزروا ويلا نقول طب أنا جات لي فكرة. طب يا ده هل صحيح الإفيهات اللي في الفيلم كانت بتاعت الأستاذ محمود الله يرحمه؟ أنا إفيه الإفيهات الحركة اللي هو لما ضرب طيب أكيد حضرتك بتقول ما فيش مخرج. أنا بقول بسأل يعني لأنه اتقال يعني وقتها يعني إمتى؟ مين اللي هيمسك يضرب من غير ما المصور يبقى عارف الحركة؟ إحنا مهنة كله زي التروس كله ركب. طبعا محمود ممثل لطيف، ومحمود كان رافض الفيلم اساسا. ايوه صح. ما كانش عايز يعمل كوميدي، انا اللي اصريت. انما انا لازم استفيد، يعني انا لما اشتغل مع سمير غانم غير لما اشتغل مع محمد صبحي غير ما اشتغل مع عادل امام. انا عارف سمير غانم هاخد منه ايه، اسيب له مساحه ارتجاليه، صبحي اسيب له مساحه اعتمد فيها على لياقته البدنيه، عادل امام تتناقش معاه كتير في ذكائه قبل ومقترحاته في السنان. فانت بتاخد من كل ممثل اللي انت عايزه منه، انما هسيب ممثل يعمل اللي هو عايزه، يبقى انا بخرج مسرح بقى كاميرا مفتوحه.